السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ صباح رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة محاكي المزرعة. بهذا الفيديو إن شاء الله بنلعب نكمل فيها، بس قبل ما نفوت بدي أحكي على كم نقطة. اليوم نزلت أنا كم مود زيادة جدد، مثل هذا رح نجربه، وهنا كمان هذا أعطيني اللي تقول، وهذا كمان رح أجربه، وفي هذا كمان نزلته رح أجربه. يعني في عنا هيك عدد منيح من المودات حابين نجربها. تمام، طبعا في بعض الناس تسألني عن المودات. طبعا هذا المود اللي امبارحة كان كتير سألوني عليه، سويت عنه الفيديو، هذا هو ورجيتكم اياه شلون تثبتوه وشلون تحملوه، او ورجيتكم كمان وموقعه. لكن في ناس ضلت تسألني وين ملف الاكسل، وين ملف الاكسل، وين ملف الاكسل. فاليوم راح اقول لكم وين شلون بتروحوا توصل لملف الاكسل وتوصلوا لكل المودات اللي انا شايفينه هون قدامكم. يعني في امس كمان واحد بعت لي منين جبت انت سياره المرسيدس، منين انت جايب هاي السياره، كله موجود بالمودات، كل شيء موجود بالمودات. راح افرجيكم شلون. هلا اول شيء بنروح على تمام، مثل ما انكم شايفين انا بروح اول شيء على فيديو على قناتي. تمام، طبعا زمانك مشترك اشترك وكل شيء تعرف انت ايش بتسوي. تمام، بعدين تدخل هون على الفيديو، بعد ما تدخل على الفيديو تنزل لتحت شوي، في عندك عرض المزيد. طبعا على الموبايل نفس الشيء، بيطلع لك هيك، بس شفت هي كلمة اللهم صل على سيدنا محمد، بتنزل تحت بشوي بسيطة. تمام؟ تمام، انزلت، شوف ايش مكتوب هون، رابط ملف الاكسل الموجود فيه كل المودات المستخدمة سابقا ولاحقا مع الشرح مع كل مود بالفيديو. تمام؟ تكبس عليه، تجي عليه، طبعا هون هذا الفيديو رابطه نفسه تماما رح تلاقيه هون موجود، هذا هو. تمام؟ يعني إذا أنت ضيعت بس بإمكانك تكبس على الفيديو هاد وبتشوف الفيديو، وبعد ما بتشوف او شوف هم بأجاب على اسئلتكم، معناته هذا هو المود يعني اللي انتم بتكون اياه. تمام، يعني تشوف الفيديو وتشوف اذا موجود ولا لا. هلا هون انا كاتب اسمه، شو اسمه بشكل مختصر. تمام، او العنوان تبعه هون اسمه بالانجليزي اذا بدك تدور عليه. هون اسمه ايش لازم يسوي لك، يعني هذا المود يساعدك اخذ اكثر من عقد بنفس الوقت. تمام، هون الموقع الرسمي تبعه، طبعا تكبس على الرابط. طبعا في معلومه جدا مهمه، يعني انا مجرد ما بنزل مود فورا بحط لكم اياه هون، يعني مثل سياره المرسيدس امس موجوده، هذا المود مستخدم لبناء في الفيديو الذي فيه نفس الوصف. يعني هذا بالاصفر تبع المود تبع البناء، ايش في كل شيء بقلبه، تلاقي كل شيء، كل الروابط اللي بدك اياها موجوده هون، تكبس عليه بتحمل المود وبتشكه محل ما بدك اياه. تمام، طبعا في ناس، طبعا هون هذا هو المود اللي عم بحكي لكم عليه، هون بتكبس داونلود بتنزله، وعلمتكم شلون من قبل شلون تثبته، وراح نسوي له بشكل هيك مثل ما يقول ملاحظه سريعه. بتروح على ملف اسمه مستنداتي. تمام، بعدين تدخل على ماي جيمز المحاكي المزرعه، بتنزل على كلمه مودز، وهون بهي المودات بتشيل الملف بتحطه، ولازم يكون صورته زي اي بي. تمام، هاي اول شغله، هاي خلصت منها. تمام، وهيك تقدر انت بتسوي اللي بدك اياه وتاخذ راحتك. تمام، هاي خلصت منها. طبعا في سؤال جدا مهم يلي مكركين اللعبه، في ناس كثير بكركر اللعبه، بتسالني وين المود، برجي بقول لهم وين هذا هو المود، روحوا نزلوا، بعد ما بنزلوا بقولوا لي ما اشتغل. اللعبه المكركه ما بيشتغل عليها، ما راح اقول لكم ما يشتغل عليها ولا مود، لانه في ناس مجربين وصارت تشتغل عندهم مودات، عم بيعملوا عليها تعديلات ما عم بعرف ايش هي، يعني سمح حدا وصلني او حدا خبرني شلون، وانا صراحه ما عم بجرب. بس ولكن اذا انتم عندكم اللعبه مكركه بامكانكم تسالوا حدا مكرك بيشتغل على نفس المبدا. بس ولكن اللعبه بشكل عام ايش في مودات جديده نحن انا عم بستخدمها ما راح تكون متاحه لكم، لانه هذا الشيء بيكون خاص او يكون بس للالعاب المشترين هالشريه، او كل مود لسه نازل جديد يعني، وانتم عندكم النسخه تبعيت اللعبه نسخه قديمه، فالمكرك اللعبه وماخذينها من عنده مكرك اللعبه حتى ينزل النسخه الحديثه ويجيب المود يركب معكم. اتوقع هذا هو الحل الوحيد، ما بعرف، انا اتوقع وهذا تحليل من عندي، ما بعرف اي شيء عن الموضوع، خلاص نفسي. طيب هلا وش ركب هذا المود، ومركب هذا المود امس، وهذا المود كمان، وهذا المود. تمام، نعمل ستار. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا اليوم بيوم جديد. اول شيء بنروح نشغله هو نشغل الماكينات هاي. طبعا هاي امبارح اشتغلت فيها ما عرفت صراحة، بس خليها هلا موجوده بتشتغل، وهذا كمان اخذنا العقد تبعه، خليه يشتغل اللي هو فيها سريع معلم. طيب هلا بدنا نروح على الشوب او على الكراج، بدي اشتري منه. اول شيء تعال نشوف في شيء عقود جديده نروح نمسكها. شوفوا هالعقدين نفس بعض، نفس الشيء تماما بين هاد وهاد، بين رقم ارض 3 و14 نفس الشيء تماما، نفس المطلوب، نفس المراكب، بس هون اجت تاجير الماكينات ب 3000، هون اجت تاجير الماكينات ب 2000، فانا راح اخذ هي وماكيناتها، وراح اخذ هاد بدون ماكينات، بس هيك يعني اخذه بس عقد. تمام، وروح اشتغل عليه. طيب خلينا نروح لعند الماكينه هذيك اللي هي هاي. تمام، بنروح نعلقها وبنشوف اين عقدنا نشتغل فيه. طبعا هاي الماكينه تبعت حرس، مشان
كنت علمكم يعني كان ايش عم بيسأل. طبعا ارض رقم 3 و15 ل15 عم يشتغل فيها 3 و14، فرح نروح على ارض رقم 3 لانها اقرب لنا نشتغل فيها بنسلمها، وبعدين بنروح على ارض رقم اول شيء لازم نشتغل بالعكس اللي هاد هاد ارضه بعدين، لان هذا اخذنا من العقود فلازم نحن نشتغل بارض رقم 14. ارض رقم 14 نروح عليها تماما، هذا المخرق اللي هون على يميني ونطلع فيه يساوي من هذيك الارض وده رايح. كلام جميل، ننزل من هون ونتيسر. طبعا اليوم راح نمسك عقود بس انا ماني بحاجة مصاري، بس يعني قبل شوي مصاري طبعا انا محتاجي مصاري، بس هيك نسلم كم عقد كان حس العالم عم تشتغل يعني مسير عنا مهتع، عرفت شنو يعني ما نمسك ماكينة واحدة نشتغل فيها بس، هاي الفكرة يعني. هلا هو عادي يعني ما يفرق كتير كبير، ما يفرق كتير يعني بيني وبينكم. تمام والله الميتور كبير يا معلم، 14 سرعته 64. ايوه طبعا في عندي انا هون ماكينة موجودة هون، ليش حاطينه هون انا ما عرفت، هاي لونها النقطة الزرقاء اللي شايفينها عند السمك. طبعا يبدو انه بهاي الماب كمان فيها صيد سمك وفيها اشياء كتير جميلة بومبستكية، ما بعرف لسه ما بنعرف ايش هي تفاصيلها، فراح نستكشفها ان شاء الله كلياتها، لان حتى لما دخلت على الشوب في كتير اشياء موجودة معها. عفوا مو بالشوب، دخلت على هاي ايش اسمها مكان اللي تبيع، في عندك كتير اشياء، فاتوقع راح يكون في لازم نجيب ماكينة صيد او اشبه من ذلك يعني هيك شيء، فهمتوا شنو؟ نشوف هذا الحكي هلا مستقبلا. وهلا كمان بس نرجع نشتري حيوانات، بس هلا قبل ما نشتري حيوانات في عنا شيء ثاني هاي وصلنا الارض هيك، هاي الارض لازم تنحرس. شو بلش فيها والله يا معلم، بلش شكل افضل احسن شيء. خلينا نطلع لبرا. نرجع هيك تمام، ننزل نبلش نمشي شوي لقدام كله روح تيسر. طيب هلا بنروح نرجع الشوب، بدي اشتري اول شيء بدنا نشتري التراكتور. طب هلا بعد ما اشترينا اشتريت هاي المعدات كلها، اشتريت التراكتور، اشتريت هاي بشان اركبها وراه، بعدين راح نركب هاي، بعدين بيجي يتركب هاي وراها تمام. هاي بتتركب وراها مشان يغطي بيشتغل على هاي العرض. طبعا هدول المودات رح تلاقوهم كلهم بالملف الاكسل اللي ورجيتكم اياه باول فيديو شو تثبتوها تمام. رح اشتري لهم ماكينة سماد مشان نحطهم، يعني هدول بيغطوا 6 امتار تقريبا رح يشتغلوا لي. يعني هي شوف ما هي كويسه، يعني هي شوف هي 12 بس هي تريلا تتركب تريلا، بس انا ما بدي تريلا، انا بدي اياها تكون بشكل تراكتور تمام تمام. فخلينا نروح هلا بركبها، ونسيت اشتري انا سماد، اشتري السماد بعدين. طبعا التراكتور انا اشتريته هاد ما عدلت له كثير، ما فيه شي تعديلات اساسا يعني بتعدل عليه، كنت بفكر انه عدل الميتور بس ما يتعدل معي الميتور. عشان انا ليش لا خليها 6 امتار ذاتا على قد دي تماما. حلو متسكر. طبعا اذا ما ركبت بفكها، اذا ركبت تمام، اذا ما ركبت اركب تمام، بس اكلنا هوا. طبعا هاي اكتر مشكلة انا بواجهها في هذا المودات يعني صراحة، وفي حل اني اعمله هلا. تعرفوا شو هلا قبل ما اسوي هذا كله طول بقى. خليني افتح هاي واعطيها رفع شوي لفوق، نزل لي هاي بس ما لها حاجة انها تنزل لانه هي بالاساس نزل. طيب شلون 6 امتار يا زلمة؟ هاي اكثر من 6 امتار، طلع ايش قد اخذ المحراث، بس المحراث 6 امتار، انا متاكد 6 امتار.
هون معناته هي صارت 8 امتار مو 6 امتار، صارت 8 امتار. بما انه كذلك الموضوع فخليني افصل هاي، احط هذا المحراث هو لحاله، بعدين منبيعه او نلاقيله دوباره او نجيبه نشتغله لحاله. طبعا بعد اطراء طويل قررت اني اركب راس لها، او مو راس مثل الوزن. طبعا 3000 وزن كتير تقيل على التراكتور، والله تقيل مرة. هلأ نشوف شلون التراكتور رح يتحرك. ها تحسن التراكتور، مو تحسن كتير شوي بس. طيب حلو، هلا بقى ما حطينا 3000 وهلا بدنا نشتري سماد قبل ما نمشي يعني مشان ما ننسى يعني. معلم اعطينا طبلية سماد يلا. وينها؟ بس يا خوفي انه التراكتور بدنا اثقل، بس لا لا بيكفي اتوقع هيك. تمام يلا هلا بنروح بنجرب حظنا بشي محصول نزرعه او الى ما هنالك. والله الماكينة صراحة بينتها كبيرة على الفاضي قسما بالله العظيم، يعني صح 12 متر بس ما يعني وزن كتير كبير. بس يعني بنجرب ماكينة جديدة، هاي الفكرة. طب في شي أرض صغيرة نشتريها ونروح نجرب فيها أحسن ما نروح نوجع راسنا بأراضي ضخمة؟ إيش رأيكم بأرض رقم 10؟ والله جميل أرض رقم 10 معلم. طب تعال نشتري أرض رقم 10 ونروح عليها مباشر. طيب الأرض رقم 10 هاتها معلم. اشترينا الأرض رقم 10، نروح هلا بنزرع فيها الأرض رقم 10 ونجرب شلون راح تزبط معنا. بنجربها محصول واحد، زبطت زبطت، ما زبطت نبيعها مباشرة. والله الأرض رقم 10 شكلها حلو يعني صراحة. يعني هو التراكتور عم قولن اجيبه أكبر بس ما يعني شوفوا بالرغم من هذا كله شوفوا لحد الآن بتحس التراكتور طالع لورا يعني مو لقدام. شو إذا رفعت هاي والله لا بتفرق، لا بتطلع ولا تنزل. والله شايفها ما عم تتحرك حتى. هاي مفرق ضيعتي. ضيعتي يا ضيعتي. والله غريبة هالمنورة. لك شوف ولا لا اي افكت عم تطلع وتنزل يا الله. طيب خلينا نرفع هاي. لا لا خليها مرفوعة شوي. والله شكله التراكتور مو كتير بالصراحة يعني. لا 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 ليش هيك هذا ضرب؟ يا لطيف يا لطيف. هاي يمكن هون بأرض 8 واقف هذا التراكتور شي شغال واقف؟ هذا إلي واقف ليش؟ ليش واقف هذا المجنون؟ يا وسام مجنون سنش واقف؟ ولا بس ما تقلي انه ما عاد يقدر يطلع. هذا ليش واقف؟ طب بس اشوفه ليش وقف هذا المجنون. ايوه واقف هذا ضارب بالعمود. اه شكلي انا مسكت الارض غلط. طب انت ضروري كان تعال. انا بقول لك انا فكرت والله خلص المحصول اللي معه. والله العمود طالع لنا مثل خلوط البحر قسما بالله العظيم.
انا لازم اشتغل شغلة مسويها قبل ما نبلش. شايل عشب المحيط قالوا. اوه يا معلم تيسر، وانت شو وضعك معلم؟ طمني عنك. والله انت وضعك ذهب، وانت وضعك اكيد لغز، وانت خلينا نكمل طريقنا. انا اشوف هالعشرة، الارض رقم 10. هاي الارض رقم 8 لازم اشتغل عليها بخط افقي، بخط عمودي وليس بخط افقي. فهو هذا الغلط اللي ارتكبته انا صراحة. يعني انا لازم، انا وين رايح؟ شايف حالي دخلت المزرعة تبعت صاحبنا. ايوه هون حتى في بواب عصافير. انت كمان راح تبلي صينية. ظل الدولاب غرز. نايس، حلوة يا هاي التغريزة، عجبتني هاي الافكت. بس شلون بدي اروح على الارض انا اعلم؟ خلاص لا قص. لك هنا قص، هنا بطيخ. مو عارف وين صارت ارضي بالاول. عم شو بدنا نروح؟ انا عرفت شنو، لازم نكمل على الطريق وبعدين اروح منها، او نطلع من نص الضيعه ونكمل. عم مشكله الارض رقم 10. لا حلو هي التأفكت، هذا عجبني. هذا هيك سياره تغرز في قلبه. شوفي هون ما غرزنا. لا عجبني جدا صراحه. هل ليش دخلت بالطريق هذا؟ والله لو ضليت ماشي على الطريق العام اشوف. ركز والله يا معلم، شكله هذا مود بيض، ما عجبني صراحة. راح اجرب اشتغل شوي بالارض. عجبتني كملنا، ما عجبني صراحة، ما عجبني. اول شي تقيل، ثاني شي شوفوا شو عم بيفتل، ثالث شي ما في معه هاي ايش تسموها انتو، سماد. تمام يعني بس بزور. عرضه 6 امتار، ما هو هالعرض الكبير الخرافي انه واحد يقول واو انه والله عرضه كبير. معلش تعذب شوي، بس كمان عريض، حتى ماله عريض، عادي جدا يعني. هلا بنشوف شغله شلون. اذا شفت شغله بطيء كنسل عليه، اذا شغله كويس سريع اتس اوكي. مع انه الارض بدها حرس بالاول. انا ليش جاي لعند دبي؟ الله يصلحني يا الله. هاي بدها حرس، ما بقدر اشتغل هون. شوفوا هلا بده يوقف. والله اشتغل. صراحة عشان اكون صريح معكم بكل شفافية وصراحة، المود ما عجبني. وبيكون لهون وصلنا لنهاية الفيديو الجزء الاول. الجزء الثاني رح اكمل تجربة الماكينات، لان صار الفيديو جدا طويل وهلا وصلنا تقريبا اكثر من 20 دقيقة ونحن عم نسجل. فلذلك الفيديو الجاي ان شاء الله رح تشوفوا تجربة الماكينتين اللي ضلت، وفي كمان فيديو ثالث رح ينزل هيك سريع جدا. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونا من اللايك والاشتراك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.